اللي تعاملوا مع النظام السابق. روحت انت قلت من فرنسا فوجدت الدنيا مقلوبة بسبب كتاب في لون قلب صاحبه لم أسأل كم فيه من صفحة بل سألت كم كلف كاتبه من قارورة. تقصد عطر شيء بالطبيعة؟ لا أنا بون سي فري ما كارنيش كارني سلت كم من كاس. كم من كاس؟ ما يشربش من الدبوزة خاطر الكيسان تبارك الله الكيسان تبارك الله الصفحات. لماذا معناتها أنت حافظت على سخريتك، لماذا ما أجبتش على الاتهامات مباشرة؟ خاطر وقت اللي جيت من فرنسا أنا بعد 7 ولا 8 أيام ما في باليش شنو الحكاية جملة، صدق ولا تصدق معناها. دونك من بعد كتبت الكلمة هذه على معناها على الطائر كما يقولوا، ومن بعد اكتشفنا بشوية بشوية حجم الكتاب ماك تعرف كيفاش وقع التسريب نتاعو. معناها كيما أقاموا الدنيا وقتها كسلطة على تسريب الوثائق اللي تدين الداخلية في التغطية على قاتلي الإبراهيمي، التسريب هذايا ما تكلم عليه حد رغم أنه صاير من مؤسسة رئاسة الجمهورية اللي هي أكبر مؤسسة في البلاد، فحتى في التسريب واحد واحد يعني. كتاب الأسود هذا مفروض يمثل في لونه وفي تفاهة محتواه وفي العقلية الانتقامية اللي تكتب بها الثلاثة سنوات هذوما من سنوات الجمر اللي يعيشوا فيهم التوانسة. اليوم عندنا شعب كامل مأخوذ رهينة وقاعد يخلص في عقلية الانتقام والتشفي نتاع الناس اللي ماسكين بالسلطة. الرئيس الدولة المؤقت نقول له ليس بالتشفي أو الانتقام تبنى الأوطان أو تدار، ويظهر الإدارة شأن دولة كما تونس ماكش كفء ليه وماكش مؤهل ليه، وانت مجرد حادث حقوقي او عقوقي في تاريخ البلاد هذه. ان شاء الله ما يستمرش برشا. باهي لطفي معناتها هل